كان هذا افتتاح الجزيرة الخضراء عام 1988، مرفق سياحي فريد من نوعه في الكويت، لكنه بات مهجورا بعد سنوات من افتتاحه. شباب الكويت قرروا إعادة الحياة إلى الجزيرة مرة أخرى من خلال كرنفال عالمي يمتد لثلاثة أشهر في مبادرة لا ينقصها سوى الدعم الحكومي. من ناحية ترفيه يبنى أكبر الشركات وارنر برذر راح تكون موجودة ويانا، يبنى كوفنت جاردن ايجنسي من لندن راح يكونوا موجودين ويانا، كستريت بيرفورمانس كاستعراضية موجودين، أكبر المطاعم موجودة ويانا، يعني أكبر المقاهي كذلك، القهاوي الكافيهات موجودة ويانا مشاركة في هالمهرجان نفسه إن شاء الله موجودين. تشكيلة طيبة من المطاعم من البوثات المشاركة الهوم بزنس، الداعمين للشباب الكويتي، الداعمين للسبيشال نيدز كذلك بشكل مباشر، يعني نحاول نسوي مكان ترفيهي جديد كان موجود لكن نحيي من جديد. كرنفال إن شاء الله راح نبتدي فيه في تاريخ 26/12 لغاية 4/1، هذه كفترة أولى في المهرجان اللي هو مدته من 26 لغاية 1/3. إن شاء الله بالفترة الأولى راح يتم افتتاح 8 مناطق رئيسية في المهرجان، فيها فعاليات ترفيهية للكبار والصغار وغير المطاعم والقهاوي اللي مشاركة ويانا من أكبر الماركات أو من أكبر أسامي الموجودة بالكويت. إن شاء الله في الفترة الثانية اللي هي من 15/1 لغاية 1/2 راح نفتتح إن شاء الله 3 مناطق رئيسية فيها فعاليات أكثر، فيها فرص إيجارية للمشاريع الكويتية الصغيرة والمتوسطة. إن شاء الله في 15/2 لغاية 1/3 راح يتم افتتاح 13 منطقة بشكل كامل، وفيها إن شاء الله راح يصير فعاليات للكبار والصغار أكثر. إن شاء الله في هذا المهرجان نسعى إلى استقطاب جميع فئات المجتمع ونحرص على تلبية احتياجاتهم في جميع الأنشطة، منها الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية. إن شاء الله بيكون هناك عروض مشوقة للجميع، وإن شاء الله نكون الوجهة الأولى للناس إن شاء الله بإذن الله. نعتقد أن اليوم تواجدنا في ودعم هذه الأنشطة يشجع العوائل ويشجع الأشخاص اللي بالكويت متواجدين خلال فترة موسم الشتاء بأن يكونوا متواجدين في مكان ترفيهي يليق بمستوى الكويت وأيضا للمستوى الدولي اللي احنا نشوفها بحضور عدد كبير من الشخصيات والشركات الكبيرة الدولية.